ماتش احنا ما متعودينش على هاد اللعب اللي لعبوا هاد البنات، وتيظهر عليا تيظهر ليا بانهم عندهم مرتبكين والعياء، تخلط عليهم الارتباك والعياء، تيظهر ليا هو اللي جعلهم هكا يكونوا بهاد الخطه هذه اللي غاديين فيها دابا. ونتمنوا على الله الشوط الثاني يديروا شي حاجه مزيانه. الشوط الاول اعتقد ان ما زيروش اللعب باش ان ما يوقعش ديك تقريبا 10 دقائق ولا 11 دقيقه اللي تسجلوا فيها ثلاثه الاهداف. ولكن رغم هذا الشيء كله بالنسبه للكره النسويه حديثه في المغرب، علما انها دابا في النسخه التاسعه وبدات في 1991 واول مشاركه للمغرب كيوصل للثمون، هذا راه انجاز. بركه انتصروا امين، ما انتصروش راه انجاز في حد ذاته. والمغرب دابا يفكر في المستقبل، هذه بدايه من اجل بناء فريق مزيان ومتماسك ان شاء الله. الدول الاخرى عندهم استثمارات وانديه وبطوله الى اخره، احنا مازال ما عندناش، هذه انطلاقه. المسؤولين نتمنى انهم دابا يفكروا في بناء وفي الهيكله. اللي يمكن نقولوا على البنات انهم داروا كاس عالم زوينه، حيت ماشي ساهل تشارك المره الاولى وتنتصر على كولومبيا وتخسر مع المانيا ب6-0، ومن بعد ترجع وتنتصر على كوريا الجنوبيه وعلى كولومبيا وتدوز للدور المجموعات. صراحه هي كاس عالم زوينه وداروا ريمونتادا واعره. صراحه كنا كنظنوا غتكون الخساره ب1-0 و2-1، اللي كيبان بانه البنات فيزيكمو كانوا عياو شويه، ما داروش واحد ليفور فيزيكمو باش يبان في التيران كما داروا مع كولومبيا. وفرنسا ماشي هو المنتخب اللي ماشي هو المنتخب اللي ساهل، هو اظن فرنسا هي المنتخب اللي مرشحه باش دي كاس العالم. وكنظن عموما اللي خصنا نقوله هو اننا البنات داروا كاس العالم زوينه ونشجعوهم لاول مره غيشاركوا ويدوزوا للدور الثاني، وبديك الريمونتادا اللي داروا اظن ما علينا الا نشجعوهم ونرفع لهم القبعه.